مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. عدد جديد من برنامج فكره سامي فهري في سهره كل سبت على قناه الحوار التونسي. احلى تحيه للفرقه الموسيقيه، فرقه مزيكا بقياده المايسترو خالد بن عيسى. شكر خاص لاحلى جمهور يحضر معنا هذا المساء. ضيوفنا الليله الفنان القدير والكبير كمال تواتي، صوت الجنوب التونسي بالقاسم بوغنا، ولد الدار والد الزين اروى بن اسماعيل، والفنانة الكبيرة شهرزاد هلال. مشاهدة طيبة للجميع. سعيد جدا باستقبال واحد من أهم عمالقة المسرح التونسي، هو في الشاشة التونسية البروفيسور بحب كبير يجيب حضنا لأول مرة في فكرة سامي فهري الفنان الكبير والقدير كمال تواتي. شرفتنا ونورتنا. وبيك عايشك، بارك الله فيك، عايشك، شكرا. قديش ممتع انه الجمهور فيها اعمار مختلفه، كبار صغار، ما الكلهم توحدوا على نفس التصفيقه، نفس المحبه. والله شيء فرح، معناتها شيء، معناتها يقول اللي الانسان اللي خدمه الكل، مس العباد، مس العباد بصنافها الكل يعني، وبمستوياتها الكل الاجتماعيه، لانه هذاك هو الهدف نتاعنا، انه الانسان يوصل حاجه للناس، يخلي حاجه في الذاكره نتاع الناس. مسمينك الجمهور اللي يحبوك البروفيسور، فمنها يمكن تستمد اول نجم نقولوا لقب فني، بروفيسور الدراما التونسية أو بروفيسور الشاشة التونسية. أو بروفيسور، ما نعرفش أنا بروف، ما فيهاش الحكاية حكاية بروفيسور ودكتور و... فهمتني؟ الحكاية مربوطة بتجربة، مربوطة يعني بإيمان بالشيء، بالفن نتاعو الإنسان، فهمت؟ ومانيش وحدي، تونس تبارك الله خرجت برشا فنانين معناتها عمالقة، فهمت؟ في المسرح، في الموسيقى، في الفن التشكيلي، في كل شيء معناتها، فهمت؟ قديش موهبه وقديش خدمه كمال تواتي؟ موهبه والله، شوف الموهبه، انا قلت لك الخدمه يمكن 70% خدمه، 80% فهمت؟ الموهبه 20%، خاطر شوف الموهبه راهو اذا ما تخدمهاش الموهبه تولي ما عادش تأدي الواحد. وفما شكون مع الأسف يعمل برشا على الموهبة نتاعو، فهمت؟ ويولي كل ياكل من الرصيد نتاعو برك، فهمت؟ ياكل من الرصيد هذاك حتى لين توفى الموهبة. غايب على الإعلام، غايب على الحوارات، ما يستهويكش الكلام؟ والله أنا بصفة عامة معناتها قليل الكلام، أنا من الكلام، و وخاصة لك الكلام اللي ساعات الإنسان يدخل في هذيان، معناتها فهم كيما الوضعية نتاعنا توا، نحس إن الناس الكل قاعدة تهذي، فهمتي؟ فما الهذيان الباهي وفما الهذيان الخايب، فهمت؟ الهذيان لو ديلير شي الارتيست مثلا نقولوا احنا، فهمتني؟ وفما الديلير اللي نتاع الناس يتكلموا من غير ما يحب ما يقولوا حتى شيء، وانا من الناس اللي نعمل ياسر على السنتاز، فهمتني؟ نلخص باقل جمل، فهمت؟ الفكره نتاعي حتى في الوسط ما نشوفكش في قعدات تظاهرات معينه. بعدت على تونس العاصمه، اخترت تمشي راس جبل، مدينه هادئه كالم، تبعد. هل هو خيار ولا بالنسبه لك انت كان ضروره حتميه يلزمك تعملها؟ الاختيار هذايا انا اولا في طبيعتي، معناتها انسان مش منعزل ولا نو، مي مانيش هكا كيما نقولوا ما تو في هكا انسان يعني نهار كل حاضر في القلاخر في الحذب وفي الـ في الـ في الاجتماعات وفي الـ فهمت. دونك انا انسان يعني الماكينه نتاعي تخدم 24 سور 24، انا ما نخير
ان نبدا مع روحي ونخدم وجيماجين ونكتب وفهمتني ونحلم بالشيء اللي باش نعمله في المستقبل خير من اللي نقعد قعدات يعني لربما ما نستفيدش منها برشا. نفسر غيابك احيانا بنوع من الشر اللي قاعد يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، وكل 4-5 شهور تتصدم بخبر وفاتك، إشاعة وفاتك. آخر حاجة أكتوبر 2020 حادث سير مروع، كمال التباتي يعانق الموت في طريق المرسى. شوف الموت وما توا برشا عباد تخيلوا الموت حاجة كبيرة، فهمتني؟ اللي هو فلان مات، فلان مات حاجة طبيعية ياسر أنه فلان يموت بصفة عامة. بالنسبة ليهم توا الموت سيتان بلوك، خاطر الناس هذوما ما فضوش مشكلتهم مع الموت، كما ما فضوش مشكلتهم مع الحياة، هي الحياة مربوطة بالموت، فهمتني؟ واللي ما فضش مشكلته مع الموت ما فض حتى شيء. راه نحكي لك فلسفيا زاد. كيفاش فضيت مشكلتك مع الموت؟ انا المشكله نتاعي هي ماهيش هي الالم هو اللي خوفني. الانسان سي لا دولور، فهمتني؟ الانسان يداوي مثلا مش خاطر خايف لا يموت. ساعات بون كنا نحبوا نعيشوا معناتها في عمر هكايا متقدم، لكن صحتنا لاباس، سي سا لو بلوز امبورتون. علاش يقول لك صحتنا لاباس؟ خاطر الناس تخاف من الالم زاد. راه تخاف واحد يبدا في تركينه ولا متالم متوجع، هذاك علاش ناخذ دواء نمشيو للطبيب اتسيتيرا، سي بور ايفيتي لا دولور. في صحه جيده كمال التواتي؟ الحمد لله. عملت تدخل جراحي من مده مش اي عملت تدخل جراحي سي كهوا واحد ما هو يعمل ما هو قال لك فما اللي يفيق بروحه مريض وفما اللي ما يفيقش. طمنا على الصحه. لا لاباس، معناتها انا هو في تفقد سيستيماتيك معناتها، فهمتني؟ دونك لاباس، معناتها يا با بروبليم. حاجه جديده انه باش نلقاوك في مسلسل درامي فوندو مع سوسن الجمني، باش تعدى على الحوار التونسي. كان سهل اقناعك ولا ليه؟ لا شو مش سهل اقناعي، كان كنت بالعكس كنت فرحان برشا، لانه ماك تعرف كل حاجه جديده تجيك في مهنتك ولا كل ثنيه جديده تجيك ما تنجم كان تكبش فيها. اون بليس انا ريت خدمتها للمراه هذه، فهمتني؟ لا في التلفزه وريدها اش تعمل، فهمتي؟ وزدت توا عشت معاها في المسلسل هذه زاد. بالحق انا نشكرها شكر خاص لانه اعطتني الفرصه هذه، فهمتني؟ انها اقترحتني في المسلسل هذايا في ثنية اخرى كومبليتمون ديفيرونت. على وين باش تهزك؟ مفاجأة، معناتها ما نعرفش. على كل حال شيء اخر مخالف للشيء اللي عملته. انت باش تكون اقرب لاي ممثل؟ الشخصية الرئيسية، لانه برشا شخصيات رئيسية في الواحد هذا هو اللي هو نضال السعدي. الجيل الجديد اي كيفاش تتفاعل معاه؟ نتفاعل معاه بكل تلقائية وبكل هذيك الحياة، معناتها الجيل الجديد شيء طبيعي، معناتها ما نجمش انا نجي للجيل نتاعي انا ونكبش فيه نقول لك لا انت شاب، لا خويا برمش اخدم مع ندادك انا خاتين توك. معقول هذا؟ سي تري امبورتون الجيل الجديد. باه باش ناخذ محطات التلفزة اي محطة محطة، وباش ناخذ لقطات من المحطات هذه ونشوف إذا تعاود تشوفهم بأي عين تشوفهم. نبدأ مع الفيديو الأول، اللقطة الأولى. أمي هاي أمي أمي ما تتفجعش، وش بك تخلعتي؟ أنت هيتي هكا فجعتني وليدي، أخ أنت مالك كيفك زوزة نادي؟ ها المرة هذه كم هو علاش؟ تبيت الحس اسكت أميمتي أنا أخرى وخايف عليك للدوخ. أميمتي راني نحبك نحبك نموت عليك. هكايتي يا محسن وليدي يا اخي، انا قلت لك تكرهني. يحب هابا مرة جاب لك باكو قطو. بربي يسكت انت، قال له جاب لك باكو قطو، وش بينا نحن عوايد زايد هذيك، ما عندناش عشاء. يا بنتي سي محسن تو يلزم عشاء بتاع مديرين. ها؟ سمعت كلمة مديرين؟ مديرين شنو؟ قولوا لنا خويا خلينا نفرحوا معاك. سي محسن مدير معمل النجارة نتاع الحاج رستم المملوك. واش بيك؟ ها؟ اش بي وجهك صفار؟ يا اخي اش بيكم ما تفرحوا ليش؟ أمين يا كريم برحمة خالتي يا اخي، فيها عيب وليت مدير؟ لا لا مش عيب، أما بصراحة مفاجأة. والله أنا قلت لي مفاجأة وما تفزعش بها أمي ما تنوحني. يا كيتي باركتك يا ربي في النار
ماني ديما نقول ليك يا محسن وليدي، راهو الحاج رست مصاحب فضل عليك وعليا. بيبي خوخة عبد جبار البحوري المخرج. اي 1997 هذا اول عمل درامي، والحاجه الغريبه انه دخلت للتلفزه من باب الدراما. اي لتبتعد بعد ذلك عنها. اي صحيح، معناتها هي راهو شوف دخلت من باب الدراما مع نحيي عبد الجبار البحوري ونحيي زملائي خدمت معاهم في المسلسل هذايا. لكن من بعد كي تربطت العلاقه بيني وبين حاتم بالحاج فهمتني، اخترنا باش نمشيو في ثنيه اخرى فهمتني، هي من خلال اعمال الكوميديه فهمتني. وبدينا انطلقنا من عند عزايز لوتيل شوف لي حل، خاطر تو التمثيل العباد يقول لك فلان فلان هذاك كوميدي وهذاك ممثل درامي، ما فماش ممثل، هو ممثل راهو الفايده في التكوينه في شنو هو شنو قيمته الذاتيه كممثل فهمت، ودونك ينجم يتاقلم مع الادوار كل. الفيديو الثانيه شنو خديجه باقي تبعث؟ ها؟ حتى اول بسكويتي غص الزاده، شوكولان عماله عدني تركت، نهار كله تدور على الطارمات وتفتف، ها غصيت؟ تحب شربة ماء؟ ها ولا جازوزة؟ خو جازوزة هاكا الفريجيدار معبية، ولا اسمع خو جو خير، أنت صرفت صرفت، ولا لا أنا صرفت صرفت. شفنا عند عزيز هنا صلاح الدين الصيد، قديش عطيها من روحك الشخصيه هذه؟ اي بالطبيعه انا ممثل فاعل، معناتها جو سوي اكتان، مانيش ممثل ننفذ اوامر، معناتها فيما الجدل بيني وبين الكاتب وبين المخرج وكذا ونعملوا راي فهمت. دونك هذا خاطر هو البيدو الممثل كي يبدا قدام الكاميرا ولا يبدا سيرسان هو بيدو يكتب، راه فما كتابه اخرى تصير، الكتابه ما تنتهيش. راه شو بقى في ذهنك من اول لقاء مع سفيان الشاعري الله يرحمه؟ شوف هو اللقاء، شوف سفيان الشاعري نعرفه من قبل، انا كان مدير انتاج وريجيسور، معناتها خدم ياسر في السينما وفي التلفزه. لكن الراجل اولا الساعه راجل، الفكره الاولانيه خذيت عليه راجل طيب ياسر وخدام بوسور، معناتها يخدم كان بالكدا وضامر اللي فهمت. دونك التقت تلمو عاش في الاوساط هذيك، وهو عنده كل الموهبه هذيك عنده، لكن رقد عليها مخبيها فهمتني. دونك فهمت عمل ولا زوز فهمتني، لا عمل بهم هكا تاتونمون في التلفزه فهمت، حتى لين جاء حاتم بالحاج وصلاح الدين الصيد واقترحوا عليه الدور هذايا في عند عزايز مع المجموعه الكل، وكان تبارك الله عليك الدور هذاك اللي خدمه، معناتها سي دو ديسان انيمي، معناتها راجل معناتها مصور تصوير فهمت، وكل الضمار والتيمبو اللي يخدم به وكل الجهامه اللي عنده كيفاش يوظفها فهمتني، توظيف ماهوش يوظف فيها وزعما يتكومك بها، لا يوظف فيها من داخل من جوارحه معناتها. نهزك للنوبه وشوف معايا الفيديو هذايا. وين سرحت؟ لا سرحت معناتها خاطر تشوف كيفاش تويك اللقطات اللي معناتها مسارات مختلفة فهمت؟ منشوف لي حل معناتها الهدايا، معناتها تشوف اللي معناتها شنو الممثل فهمتني؟ المتكون التكوين وهذايا نقوله معناتها ما فيش عيب، متكون بالصحيح والوير ركبة وخدمت وموش وحدي. ممثلين في تونس خدموا، فما ممثلين رايعين في تونس خدموا وركبة، معناتها تشوف النتيجة أنك وقت اللي تحطه في ثنية مغايرة يرقى روحه، خاطر التكوين صحيح. كان لازم نستناو 2020 كمال التواتي؟ لا خذيت الفترة اللي تستحقها الحكاية. طوالت الفترة. اي عادش بيه طوالت. طوالت جدا. وما زلت نرجع لربما الأعمال الكوميدية. ربي يطول عمارنا في الخير معناتها ونخدموا شنو. أما لا خذيت وقت.
معناتها من اول عمل من 97 حتى 2020 فما برشا سنوات، وكانه عند المخرجين استساغوا فكره انك خليك في الادوار الكوميديه. اي لكن ادوار كوميديه مختلفه راهو ماهوش ماهوش ما ماهوش بالطبع. وانا اش قاعد نعمل؟ انا ماني قاعد نعس على روحي زاده، قاعد نعرف اش قاعد نعمل، فهمتني؟ مش كيما عند عزايز كيما لوتيل، مش كيما لوتيل كيما شوف لي حل، ماهوش كيف كيف، اعمال كوميديه مختلفه. الناقد عامر بوعزه اكتب النوبه هذا العام قدمت لنا زوز ممثلين جدد اللي هما كمال التواتي وفتح الهداوي في اشاره طريفه وكانه اعاده اكتشاف مناطق كانت مظلمه او حبوا المخرجين يخليوها مظلمه في زوز فنانين ممثلين كبار. لا لا ما نقولش هكا، مش حبوا هذاك هو، هذاك هو تونس، هذاك هو الانتاج، هذاك هو زاد المساحات اللي عندنا لغالب واحد يخدم قداش من مسلسل نخدمه احنا، فهمتني؟ وقداش من مسلسل كوميدي عملته انا، هدره كبيره يا اخي تسخايل، فهمتني؟ تكل في الكل ما فماش اربع مسلسلات، هذه هي الحكايه، فهمت؟ وبالمناسبه نحب نحيي مدامك جبت فتحي الهداوي، معناتها اللي هو ممثل عظيم وخدمنا مع بعضنا برشا. كنت في حوار مع الفنان فتحي الهداوي يقول لي انا فما حاجات لا اتنازل عنها، هي انه اسمه يكون الاول في الجينيريك. تناقش اسمك بلاستو في الجينيريك ولا لا كمال تويتي؟ والله لا، عمري ما دخلت في هالحكايه هذيا. ما بالحق انا ما عمري ما ناقشت في الكونترا على هما يعني يتصرفوا، معناتها هكا يعرفوا وحدهم، معناتها فهمتني؟ دونك ما عنديش يعني ما عنديش الحكايه هذيا، ومش معناتها انا صحيح، لربما انا غلط راه، فهمتي؟ كي ما ناقش في الحكايه هذوما، فهمت؟ نقول انا ديما ما زلت عندي العقليه نتاع نتاع المسرح، نتاع وقت تجيني عمل نغطس فك العمل هذاك من غير ما نخمم في فهمتني؟ برستيج الاسم، نقول خلي الدور، خلي الشخصيه والدور تدفع على روحها بروحها، معناتها وكهو. اما فما برستيج الاول في جينيريك، اي برستيج مي شنو باش يوصل؟ ما عندوش يعني حاجات ملموسه، فهمتني؟ مثلا فتحي زاد كيف كيف يقول فتحي الهداوي مع حفظ الالقاب يقول انا الممثل الاعلى اجرا وافرض ان اكون الاعلى اجرا استنادا لتاريخي استنادا الى خدمتي. اي له الحق في ذلك، علاش لا؟ انت كذلك تشترط انه انا عمري ما دخلت شكون اعلى نجر، لكن كنت نعتبر اني انا من الناس اللي بالنسبه للوضع في تونس. ردوا بالكم، ما نبداوش نسبحوا ياسر في مياه يعني، فهمت؟ دونك اجورنا بالنسبه للوضعيه في تونس محترمه، معناتها 2007 بدايه رحله من النجوميه الكبيره والساحقه مع شوف لي حل. سليمان شبيك بابا؟ تيت تخبي على امك؟ قولي عايش ولدي. غضبتك كيفاش اسبوعي جاب لي هديه وانت ليه؟ اي شو سليمان؟ اسبوعي هذه اول مره يهدي لي فيها حاجه، وانت عمرك كامل مسكني حذاك تكسي وتوكل وتشرب، وقد ما مرتك ما رجبتك ديما تجي من حميتي، مش هذه اعز هديه تستناها لاميمه من ولدها؟ يا امي هذا كل ماهوش مزيه راه مزيه ونص. هاي زينه من الكلمات الفارغه عاد ومن الهداء الاثنين اولادي وكيف كيف. ارجع اقعد حذانا عايش ولدي. هاي باهي يا امي، هاني خالت وراك. سليمان. امي قال لك حاجه؟ الحق المره هذه اسبوعي غلبك، جاب هديه وانت لا. في واحد من تصريحاتها السيده بنا نور الدين قالت انه فعلا كمال تويتي بكى بالحق في هذا المشهد. هاي صحيح؟ علاش؟ باب قيت انه الموقف هكاك يكون اصح، فهمتني؟ معناتها انه عشت هالوضعيه كما ريتها انا بال 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 بالاحساس اللي عندي وقتها، فهمتني؟ ونزلت دموعك؟ اي
انا وسفيان الله يرحمه ومنى نور الدين كنا يعني ام اولاد بالحق، معناتها فهمتني اكلي اكلي توا منى نور الدين في الخدمه معاها، وكل التفاهم اللي بيني وبينها وكل يعني الانسجام وكل امي بالحق معناتها فهمتني، وكين حظنها ولا نبوسها ولا حاجه بالحق انها نعتبرها كان امي، وهي معناتها ولدها فيصل الله يرحمه قرا معايا زاد تقول لي انت كي فيصل فهمتني، دونك خذينا البكالوريا مع بعضنا وقتها، هو سافر من بعد لفرنسا فهمتني. تفتقدها سيدة منى نور الدين؟ نفتقدها برشا، نفتقدها وماذا بيا، وديما نتشوق ديما باش نخدم معاها في ادوار اخرى الى الناس اليوم في الشارع يعيطولك سليمان الابيض. اي تزعجك ولا ليه؟ با دي تو. سليمان لا لا با دي تو. اسمع ساعات كي تخدم شخصيه وترسخ عند العباد وفهمتني يناديوا لك بها بي سي بيان، معناتها انه الشخصيه تبناتها العباد فهمتني، ولات الشخصيه هذيك ولات ملكهم راه فهمتني، خرجت من عندي ولات ملك العباد. ما تخنقش ساعات الشخصيه كانها خانقه كانها غطات على نجاحات كبيره في المسرح قبل والا حتى في التلفزيون؟ اي ما واحد يلزم يفهم زاد الوضع، معناتها زاد ماناش نفهموا انه العباد الكل ما يمشيوش للمسرح، ما عندهمش لربما اكثريه العباد ما يعرفوش مسيرتي المسرحيه ولا مسيرتي الفنيه، والتلفزه ولات فهمتي هذايا تدخل لديار الناس الكل فهمتني، ويتفرجوا كل يوم دونك الفرجه علاقتي بالمتفرجين فهمتني لا، التلفزه خذات اكثر من المسرح. مع او ضد الاعادات اللي انا صارت لي تو في بار اكزومبل في مسرحيه العواده عام 89 اللي خذيت بها جايزة أفضل ممثل في أيام قرطاج للمسرحية، العباد تعرضني في الشارع تالمون شافوها عباد، اللي عباد كيف كيف ناديوا لي الشنوة يتلبرجوا به في المسرحية، هو اسمه الأزهر الشناوي كمان جاتي فهمتني. صاروا لك طرائف في شوف لي حل لليوم، نتصور أنه أجيال وأجيال وأجيال صاروا لك طرائف في الشارع مع الناس؟ طرائف شنو؟ أنه فما حب كبير وفما احترام كبير من ناس بمختلف المستويات متاعهم الكل فهمتني. شو هو الطرايف؟ ساعات يقول لك بجاه ربي راني تاعب برشا تنجمش تعدي عليا مثلا. شوف لي حل يتعاود معاه او ضد الاعادات اللامتناهيه لشوف لي حل؟ شوف ما دام المسلسل هذا قاعد يسعد في العباد وقاعدين انا بيدي قاعد نتفرج فيه كل يوم راه فهمتني؟ قاعد نتفرج فيه وما قلقتش منه فهمتني؟ نتفرج مسلسل يونس يا اخي، اللي غالب فيه اون شالور هكا، فيه يعني دفء وفيه يعني القصه محبوكه بصفه معناتها، والشخصيات قدام احلاهم. تو كي تتفرج في كوثر بالحاج مثلا كيفاش تمثل الشخصيه نتاعها الممتازه فهمتني، ولا امال البكوش في الدور نتاعها، ولا توفيق البحري الدور الرائع اللي قدو فهمتني، ما نتكلمش على منى نور الدين وجميله الشيحي واسماء بن عثمان فهمت، بطبيعه الحال سفيان الشعري فهمت، دونك معناتها الاتقان في الدور وكي يدخلوا للقلب وكلي معناتها تحس فما تلقائيه اللي هي صعيبه ياسر باش تلقاها، هاك الوصفه هذيك هاك الخلطه هذيك من اصعب ما ثم راهو في التمثيل، واللي اصعب منه انه العلاقه كيفاش تربطها بصفه عضويه مع اصحابك اللي تخدم معاهم، هاك التفاهم هذاك وكل الانسجام هذاك فهمت. تو افيك لو ركول وقت نتفرج في شوف لي حل بصراحه معناتها فما حلقات فهمتنا لا من بالحق باش يقعدوا في التاريخ الدراما التونسيه من جميع النواحي، من الكتابة متاعهم، من الأداء متاعهم، من الإخراج، من كل شيء فهمت؟ الحاجة الباهية أنه فما جيل ورا جيل يطلع ويشوف العمل. أنا زوز ضيف حلمهم أنهم يشوفوا جماعة شوف لي حل وعندهم غرام كبير بشوف لي حل. نستقبلوا مع بعضنا غالية ويوسف. غالية السيدي مرحبا. مرحبا. قديش عمرك؟ 7. تقرأ؟ من جنف. مغرومة بشوف لي حل. علاش مغرومة بشوف لي حل؟ خاطر كل صباح وكل ليل وكل عشان نتفرج في شوف لي حل. ما تقلقش؟ ها
وشو اللي يعجبك؟ شنو أكثر حاجة تعجبك فيه؟ كل شيء. وشكون أكثر شخصية تحبها؟ أسبوعي، سليمان الأبيض، أمي فضيلة. سليمان. عملوا قلبها كم بعد تصور معاه. يوسف. لبس يوسف؟ إيه. سيريو برشا يوسف. شفت سليمان الأبيض؟ سلم على سليمان الأبيض. قل له جوتيم سليمان. جوتيم سليمان. بالقوي باش يسمعك. نمشيو له بحذاها؟ باهي؟ باهي، بعد شوية عنا اللعبة من بعد تمشيو بحذاه. مغروم شوف لي حل؟ تتفرج في الحلقات الكل؟ فما حلقة ما تعرفهاش؟ كل كل. باهي. توا اللي باش يتصور مع سليمان هو اللي باش يجاوب صحيح على الأسئلة بتاع شوف لي حل الكل. نبدأ بالسؤال الأول. اللي عنده الإجابة يضرب على البوزور. باهي. شنو هو اسم الفيلم اللي يحب يكريه سليمان من عند الباشي؟ آخر فيلم عمارة يعقوبيان، دموع الانتقام. عمارة يعقوبيان. عمارة يعقوبيان، إجابة صحيحة. يوسف، أنت تعرف الإجابة ولا لا؟ ما تعرفيش؟ تعرفها ولا لا؟ تعرفها، به؟ يلا، دكتور عامل السرعة. السؤال الموالي. وين تسكن دالندا؟ موروج. موروج، إجابة صحيحة. يوسف، تخليش تربحنا. قديش جابت أماني معدل في الباك؟ 8/8. 8. حطينا، كنت بشكور. هو سبقك. 8 فاصل. برافو عليك، يعطيك الصحة. تفاصيل التفاصيل التفاصيل. اثنين بواحد. يوسف، بدينا نرجع في السباق. وين الجامعة اللي قري فيها سليمان؟ منوبة. كملتوتي نتصور حاجاتي، ما هذوما راك نسيتهم. نسيت نشترهم. السؤال الموالي. أماني في شنو تحب تشارك؟ ستار أكاديمي، مانكا أكاديمي، سينما أكاديمي. مانكا أكاديمي. مانكا أكاديمي. برافو عليك. ثلاثة اثنين، نجمو نعدلو. أي سؤال موالي. شنو اسمه السيد هذا؟ سيمين لابس. لا. اللي في يده، اللي في يده. شنام. شنام. 4-2. قديش أعطى سليمان تسبق لدالندا؟ 50. 500. إجابة صحيح. غالي. احنا زوز. هي ما هي جاوبت قبلك. نعطيوها نقطة. احنا ربحين، نعطيوها نقطة زايدة. باهي، ما كبر قلبك غالية. باهي، 3-5. باهي. ثبتوا. شنو هو؟ ريجيم كروم. اقرا لي السؤال. شنو هو الريجيم اللي عاملينه عزة واسبوع؟ ريجيم كروم. نعطيوها نقطة. هو ربح ولا؟ هو ربح. نعطيوها نقطة. خاطرك أنت جاوبت قبل السؤال. نعطيكم نقطة نقطة. أي خاطر. لا، خاطر هذيك هي. ريجيم كروم. دونك. 6-4. شنو هو اسم بوسليمان؟ عمران، محمد ولا الحطاب؟ حطاب. حطاب.
الحق حطاب حطاب قلت انت قلت انا قلت قبل قلت حطاب قلت وانت ايش قلت حطاب قبل شكون قال الاول هي نزلت وين وبعد نزلت وقلت فوالا معناتها انت خسرت في السؤال هذا مثالش 6-5 ايه اخر سؤال كيفاش حلت البلتان ماني باش دلسها بالمقص بالبخار نتاع القلايه بالبخار لقاتها محلوله بالبخار نتاع القلايه باش بالبخار نتاع القلايه بالبخار نتاع القلايه تعادل 6-6 باهي دونك زوز ربحتو نعملو تصويره مع سيمين الابيض اجاو بحذايا اما ازين غاليه في التلفزه سيمين الابيض ولا في الدنيا في المسلسل باهي نعملوا تصويره باهي وين المصور نتاعنا اقرب لنا اقرب لنا اقرب لنا اقرب لنا اي ابتسامه 1-2-3 ابتسامه ميرسي يعطيكم الصحه غاليه اي باي باي ميرسي ميرسي Bye bye les enfants. Bye bye, je vous aime. ارجعوا كملوا تفرجوا شوف لي حل. توا موعدنا الاسبوعي مع ليلى، نبدا مع بعضنا بحكاية ليلى اللي دخلت لديارنا توا اكثر من 25 سنة. وقت اللي حكايتنا بديت بديناها معكم نعملوا تصويره مع بعضنا خلينا مش نبدل حتى ونرجع وينك مراد نعود الكاميرا نهار اللي دخلنا لدياركم في الخير قبلتونا لقينيكم حاركين فرحين بكبيركم وصغيركم ملمومين معاكم تعلمنا اللي بعد كل غصره يجي وقت الضحكه كبرنا معاكم وكل ما استحقيتونا لقيتونا حاضرين معاكم فهمنا قيمة اللمة وين اليد تتمد باش تهز أختها مسحين كل دمعة فرحة وهالفرحة في قلوبنا عايشة سندا يشد الكاميرا عملتوا هاشي التصويرة كيف كل واحد منكم قديش بلاصتكم في حكايتنا غالية وعزيزة غالية كيف لحنينا اللي على روسنا ثابتة كي تجي الذهب عالية على خاطركم شي ما كيدنا صنعنا اللي تستحقوه وطورنا اللي بالوقت طلبتوه معكم شعلنا أكثر من شمعة توا أكثر من 25 سنة وإحنا معكم وهذه ما هي إلا البداية ما عملناهاش التصويرة هذية ليلى أكثر من 25 سنة معاكم في الخير ليلى الخير والبركة في كل دار
ما فماش أهم للوالدين من راحة صغارهم في حركة النهار في نومة الليل. هذاك علاش ليلى خمت فيكم وفرت لكم لي كوش ليلى كونفور ماكس اكتيف لي كوتي إلاستيك يخليوا الكوش تتماشى مع قياس صغيرك وقدرة امتصاص عالية تخليه ديما شيح، وهذه حاجة مهمة ياسر. ليلى كونفور ماكس اكتيف منتوج تونسي متوفر عند العطارة والمغازات الكبرى. حركة صغيري محلها تملى عليا الدار بفرحته بضحكته وحتى بعمايله، أنا ديما وراها وليلى ديما معايا. وبالكوش ليلى كونفور ماكس اكتيف نتهنى عليه، تحمي من التسرب ولي كوتي إلاستيك يخليو الكوش تتماشى بالضبط مع قياسه باش تسهل له كل حركة، وهكا صغير يكون مرتاح في حركة النهار وحتى في نومة الليل. ليلى كونفور ماكس اكتيف تهنيني على صغيري. وتوا وقت الربح مع ليلى بمناسبة أكثر من 25 سنة عشرة معاكم. ليلى تقدم تحية كبيرة لكل الأمهات وتشكرهم على مجهوداتهم اليومية مهما كانت، وتقولهم ليلى ديما معاكم وكل ما تستحقوها تلقاوها بحداكم. ليلى تربحكم مجموع 200 مليون. وليلى باش نستقبلوا مع بعضنا سعيد الحظ اللي باش يربح ويفرح الوالدة العزيز عليه، نستقبل مع بعضنا مريم ماكني والدتها لطيفة حمدي. اهلا وسهلا، مساء الخير، اشرقت الانوار الست الحبيب. عايش لاباس؟ لاباس. عايش كيفاش شاركت في البرنامج؟ والله تفرجت في لي كونديدات اللي قبلي وبعثت من حسن حظي. وانت تبعث الاس ام اس قديش عندك شك انك تربح ال 25 مليون؟ تفرجت في الكونديدات اللي قبلي ونقول لهم راني باش نمشي باش نمشي للبرنامج ونربح. منين جيتونا؟ من بيجا. من بيجا. من بيجا. 25 مليون تو شنو هي تعمل بهم؟ نقسم مع الاولاد شوي شوي. الاولاد شوي 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 شوي. احكي لي احكي لي على المراه هذه. احكي لي ربي يخلي لي ما باهي برشا وفاضله، كبرتنا احنا اربع صغار وكبرتنا والحمد لله، رغم اننا معرسين ديما حتى عرسنا مسكينه ديما مشغوب علينا وديما في فمها كان نحن. ربي يفضلها ويديمها في دروس. اه وشي 25 مليون. 25 مليون. فرحانة؟ ايه ليه 25 مليون ما نفرحش؟ جيبوها. وريهم للكاميرا هكا، خليهم هكا. فوالا دونك 25 مليون. به عندك تحية؟ قدم تحية لشركة ليلى اللي كبرنا أولادنا بها واللي قاعدين يكبروا أجيال وراء أجيال على البون كاليتي اللي فيها. إن شاء الله ديما رابحين مع ليلى. يعطيكم الصحة. باي باي. انت زاده اللي تتفرج فينا، اذا كان تحب تكون واحد من سعداء الحظ وتفرح الوالده نتاعك ب 25 مليون سهل برشا، ابعث اس ام اس فيه اسم الوالده نتاعك على رقم 85 844، 85 844، باش تدخل في القرعه. سعر الاس ام اس 250 ملي. اللعبه متواصله حتى 17 ابريل. نتقابلوا مع بعضنا الجمعه الجايه في حلقه جديده مع ليلى. كهربة تمشي كهربة تجي، كهربتنا تويوتا كورولا اتش باك بزنس. السيارة هذه تنجم تكون من نصيبك، سهل برشا، تاخذ تليفونك تبعث اس ام اس تكتب حرف ا على الرقم 85 810. كهربتنا سمها 73 مليون و900، تنجم تكون من نصيبك انت اللي تفرج فينا تو. 85 810. حظ سعيد للجميع. باش نسألك حاجات على شوف لي حل وتصريحات، وقل لي التصريحات هذه انت توافقها ولا ما توافقهاش. فيصل بالزين قال اجبرنا انه يتزاد موسم جديد من شوف لي حل ارضاء لقرارات الرئيس وقتها بن علي اللي ولده مغروم شوف لي حل. الحكايه هذه عندك علم بها ولا ما عندكش علم بها؟ شوف اللي اقوى من ولد بن علي الله يرحمه والواحد هو الجمهور الكريم، فهمتني؟ خاطر التلفزه ما اخي ما همش يعني غافلين على الحكايه، يعرف انه تدخل في الاشهار وتدخل في كذا اتسيتيرا، سي ان برودوي اللي ماشي، فهمتني؟ ماشي وكملوا به حتى للخامس موسم. كما ولد بن علي حق من حقوقه، زاد انه صغير كي الصغار الكل باش يتفرج في التلفزه ويقول ما واحد لربما كانت عنده شويه تاثير، اما حسب رايي انا التاثير الكبير هو تاثير الجمهور. هل توافق جميله الشيحي لما قالت انه نسبتي العزيزه كانت نسخه مشوهه من شوف لي حل؟ اوف والله كان جات نسخه مشوهره وفاق بها صلاح الدين السيد، فهمت؟ لانه صلاح الدين السيد ما يعملش نسخ مشوهه، فهمت؟ على خاطر الناس انسان محترم
وإنسان يعني يعرف خدمته ويعرف شو يعمل. فهمتني؟ وأنا كانت عندي ثقة كبيرة ياسر السيد هذا. هل توافق كوثر بالحاج في لومها على جماعة شوف لي حل قالت إنهم ما يطلوش على العائلة متاع سفيان الشعري الله يرحمه، ما يسألوش على سفيان الشعري، وجات بألم كبير قالت حتى نساو سفيان الشعري؟ لا ما نسيناش سفيان الشعري، وهذا يعني بونز هذا كلام ماهوش ما عنده حتى يعني ما عنده حتى معنى الكلام هذا. فهمتني؟ هو تبربيش في حكايات معناتها ما ياش مهم. سفيان الشعري فهمتني؟ لا وقت اللي تحترمه في حياته كما تحترمه هو ميت، فهمتني؟ وتحترم عائلته وابوه صديقي هو سي الحبيب الشعري اللي هو بيدو ممثل، فهمتني؟ وخدم في السينما وخدم في الـ في الـ في, الـ في التلفزه الى اخره، وهذا معناتها كلام ما عندوش معنى معناتها. فهمتني؟ يا اخي واحد كل حد عنده شكون مات انسان مشهور ولا كذا اتسيتيرا، فهمت؟ شو ما ردوا الكلام هذا؟ الفايده فاش تعرف فين؟ هاوكا اللي في التلفزه هذاك، الناس اللي تذكروا بالخير، الناس اللي تشكر فيه حي وتشكر فيه ميت وما نساوهش وقعد في الذاكره، هذاك هو المهم. فهمتني؟ هذاك هو الرصيد. فهمتني؟ لا اللي باش يقعد اولا واخرا لعائلته. يقول لك زيد كيف كي كمال تويتي يهز التليفون يسال على ولده يسال على مرته يسال على ابوه يسال على امه. شوف في الفن ما فماش برشا قاعده الناس قاعده تنشد على بعضها، راه فهمتني؟ كل فول لاهي في نواره والدنيا صعيبه على الناس الكل، فهمتني؟ كي تقوم الصباح فهمتني؟ لا تلمو عندك مشاكل وتلمو عندك مشي وجاي وتلمو عندك 200,000 حاجه في راسك، فهمتني؟ وحاجات باهيه وحاجات خايبه وكذا اتسيتيرا، فهمتني؟ اما لكن فهمتني؟ ما فيها باس فهمتني؟ انه على مستوى المبدا بطبيعه الحال معناتها ما فماش علاش واحد يقول لا ما نطلبش ولا ما نسالش. فهمتني؟ انا مانيش الفكره محبذه في حد ذاتها، فهمتني؟ اما لكن خاطر انا ما كانش عندي علاقه يعني بعائلته لصيقه الحقيقه نتاع ربي، فهمتني؟ باهي ابطال شوف لي حل كانت عندهم سعاده كبيره وقت اللي عرفوا انك ضيفنا الليله، وجهوا لك رسائل خاصه لكمال التويتي في الروبورتاج هذايا. عسليمه دكتور، سامحني بروفيسور، نحب نقول لك انه انت اللي في اغلب تحليلاتك النفسيه متاثر بفرويد اللي يقول انه الماضي ياثر بطريقه كبيره في الحاضر. نحب نقول لك انه ماضي 15 سنه التالي وخاصه 5 سنين سكسيسيف مع فنان كبير اسمي خوف، فنان من العيار الثقيل كيفك انت، وخاصه انسان في ثقافتك في اخلاقك وخاصه في تواضعك خليه الحاضر لي أنا ياسر إيجابي. شكراً على 5 سنين عمرك فيهم ما خليتني نحس أني جديدة أني صغيرة أني ما عنديش باع في التمثيل، عمرك ما أخجلتني ولا حتى بغزرة مش في بلاصتها، بالعكس عطيتني برشا ثقة في النفس، عطيتني برشا موجات إيجابية. كان باش نحكي على كمال أكيد مش باش يكفيني الوقت، أما خليني نقول اللي هو على المستوى الفني من أهم الحق لي بارتنير اللي أنا خدمت معاهم، بريزونس ديسبري، أليكوت، لامبروفيزاسيون، الكلمة الحاضرة، الضحكة الحاضرة، الحرافية، احترام الليكيب اللي يخدم معاها، بالحق مدرسة نتعلموا منها في كل لحظة وفي كل دقيقة. بالحق أنا باهتة ساعة هادي زعيم كيفاش وصلت تقنع كمال تويتي باش يجي في انترفيو في التلفزة، برافو وربي فضلك لينا كمال. شنو باش نجم نوصف لكم كيفاش نحس كي نخدم مع كمال؟ أول حاجة ساعة فخر وشرف كبير لأي شخص يخدم مع الممثل الكبير القدير كمال تويتي، أون بلوس يشجعك بضحكة، يشجعك بابتسامة، ياسر جدي في خدمته، والجدية هذيك تخلق لك معناتها مساحة كبيرة باش أنت تعطي ما عندك أكثر. يشجعك بخزرة، بكلمة، بحركة، يعطيك إنرجي ما تعرفش منين تجي، معناتها سبحان الله. في الحلقات نتاع راس العام، واحدة لقته في الخبيزة،
مش هو احنا لقتنا الخبيزه ومدتها له امي فضيله باش يحطها في الـ في الـ في اللواج. يا اخي انا قلت له اعمل روحك باش تحطها في اللواج وطيشها. بون الحقيقه ما جاش لبالي باش يسمع كلامي، سمع كلامي ما تتصوروش فرحتي. محلي وقت اللي تبدا تخدم مع ممثل كبير يسمع كلامك وانت تسمع كلامه ويحسك يحسك لي انت كيف كيف معاه، ما يمارسش عليك كل السلطه نتاع اللي هو اكبر منك عمر وتجربه، يحسك اللي هو ند ند معاك. هذاك علاش هو معناتها انا في لي سيكونس اللي خدمتهم مع كمال تويتي حسيت روحي مرتاحه على الاخر فريمون. قول له ميرسي وبرافو. بامبونيت عسلامه سافان شنحوالك؟ حبيت نقول لك توحشتك برشا برشا ديجا من ايام تشوف لي حل ما عاودتش شفتك، اما عمري ما ننسى كيفاش وقفت معايا في شوف لي حل خاطر كانت اول تجربه وهاونتني برشا. ربي خليك وربي فضلك وان شاء الله ديما متالق. سي كمال حبيت نقول لك اللي انا فخوره برشا وشرف ليا اللي انا خدمت معاك. ممثل عظيم ياسر، مانيش انا اليوم باش نعطي شهادتي فيك، اما ديما يقعدوا من احسن سنين في عمري. داير الحب تلمون صادق لليوم معناها يوصل للعباد، لليوم في الشارع يقولوا لي بنت سليمان الابيض. وربي يخليك ومحليك ونحبوك برشا برشا برشا. حبيت نقول لك يا صديقي يا باهي راك فوزيت ان غران وراك قيمه فنيه كبيره نتعلموا منها وتتعلم منها الاجيال من خلال اعمالك المسرحيه والتلفزيونيه والسينمائيه. وعشنا تجربه محليه مع بعضنا اللي خلت لي سوفينير حلو برشا في الاعمال اللي سيت كوم اللي خدمناهم كل مع بعضنا، وكنت وجهك مبروك عليا وعلى سفيان الشعري الله يرحمه وعلى برشا ممثلين اخرين. جوست حبيت نذكرك بحاجه كبيره، بحاجه صغيره كموله يمكن تضحكك كما يمكن ماكش باش تقول عليها للبوبليك، خليها حتى في قلبك ليسونسيال. تذكر وقتها في زنقه الباشا اخر عمل اللي خدمناه مع بعضنا، كنت كل صباح وقت اللي انت تجي نغزر لك انا من بعيد ونقول لك صباح الخير سي كمال وانت تجاوبني. هذا يا بنات باي باي كموله ربي يسامحك. صافي بليزير صافي بليزير. شنو هي الطرفه اللي في زنقه الباشا؟ لا لا هو يقول لي صباح الخير وانا نقول له كلمه، فهمتني بناتنا فهمتني. لا لا مش ما تقالش تقال، اما بيناتنا سر هذيك سر. اي الرفاق اللي جامعتكم حلمه يغزروا لك بالمحبه والتقدير هذي الكل، وفما الكلهم يشتركوا على قيمه انك ما تتعاملش معاهم بفوقيه. على خاطر بكل بساطه خاطر انا بيدي محتاج لهم زاد اي سي بارتاجي، معناتها ان نشاركهم كلهم في هال وهما اللي عديتهم الكل تبركل عليهم فهمتنا. لا كانوا من اجمل ما ثم في المسلسل هذا، معناتها قاموا بادوار كما قلت لك قبيله كوثر بالحاج جميله الشيحي الكلهم فيصل بالزين معناتها تبارك الله، معناتها كل التلقائيه الحلوه كل يعني الصعيبه هذيك اكلي برشا ممثلين بداوا يجريوا وراها وما يلقاوهاش فهمت كيفاش. دونك انا نشطرهم الاحساس هذا ويعطيهم الصحه بارك الله فيهم. لمسة التكريم الفنان الكبير البروفيسور كمال تويتي، دونك محضرين لك بارودي مع مهدي ارتو اما. ماهوش بسي اسمه الحقيقي سي كمال ومش بوليسي ما يسرقش الناس سردان، كمال دواتيك يلبس شخصي طول بسن في اسمه ينسيك بلادي فو بلادي فو جي مثل لك مسيو طول موند بلادي فو بلادي فو اضمارو ديما تري تري بيان من اللي بدا يعمل في كارير وش لغم زادوه كاريزما لا وقف ولا عمل مشارير لعمل مشاكل ولا تبلبيز يعمل في الفم من غير بارير خدم وما سلش لبريز يجيك حتى من الفريجيدير كل رمضان تقول كعبة بريك ويعودوا في توا اكثر من كانزان شوف لي حلو فيه وتواتي بسي واش كونهم سي باسيون شعب تونسي
بلا ديفو جي مثلك مسيو تو المون بلا ديفو بلا ديفو ادمارو ديما تري تري بيان تري تري بيان دكاك وبليد ضمار ومينيون يعيش كي فريد معلم هبلا وفي كل سيت كوم توتي باترون أصح عرسان في البانيا يا تونسيز إلا ليه ليزنفون تفرجوا فيها كثير من بوكيمون كبار وصغار السافاسون يبنو تيزينا في التلفزيون ملي كانت بالانتين عمر العام سي كمال شوفوا كان شافوا الهلال وكل جنيهيك اسمه الاول كان على المال كان على المال اسمه الاول ابو عيال عندي بو عندي بو ننسى مع التلي كوموند عندي بو عندي بو نتفخر بي عاللي سيعو سيستيمان 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 عندي في الدار سيستيمان سيستيمان سيق عمار سيستيمان 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 بابا لستار سبيسيومان 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 ليكي فرار ميرسي مهدي أرتوين يعطيك الصحة ميرسي مهدي أنس مرحبا عايشك مرحبا عايشك قبل كل شيء سي كمال والله لا يعطينا ما يغلبنا شوف خاطر شفنا فيه بدرة فنان أنس الكبير ولا الصغير؟ أنس الصغير صغير. أنت الصغير أنتم زوز أخوة؟ زوز أخوة أنه بوك يكون كمال التواتي فخر ليا باش يكون بابا كمال التواتي كراه العباد كل تحبه ومعنا تقدروا عنده كارير كبيرة معنا نجم كون كان فخور بيه معنا يقولوا لك ولد سليمان الأبيض ولد كمال التواتي كيفاش يقولوها الناس؟ ديما ولد سليمان عيطولي ديما ولد سليمان تشوف لي حل أنت من ليفان بتاع شوف لي حل ولا لا؟ كل يوم نستنى وشوف لي حل ونتفرجوا فيه كل عائلة الكل معنا تفصل ما بين شخصية البو وما بين الشخصية اللي يمثلها ولا لا؟ عندك كي نبدأ نتفرج مع عبارة مش في بابا معنا ننسى اللي هو بابا جملة معنا أحسن سيكونس بتاع شوف لي حل بالنسبة لك أنت برشا هما الأقرب لقلبك وقتها في عيد الأمهات وقت اللي هو ما جابش هدية وأسبوع جاب وقتها قام يبكي هذيك أحسن لقطة أنس عندك موهبة بالتمثيل وقتاش صرحت الوالد اللي هو ممثل كبير وقلت له بابا راني عندي موهبة التمثيل لا من بكري أنا ديما نقول له ماذا بيا ندخل معنا للدومين وعلاش لا معنا شنو اللي ممثل كيفاش كان يتعامل معاك؟ بون هو ديما يقول لي معناتها تلعب قرايتك وكل شيء معناتها ديما خلي القرايه معناتها الاولى انت تو فين مستوى في الدراسه؟ انا تروازيام اني سنة عم جي باك ظهرت في الحلقه الثامنه من سيت كوم زنقة باشا صحيح مع نجيب المناصرية خلي نشوفوا اللقطه هذيا اللي ظهرت فيها للمشاهدين ها ولدي ولا باس ما تقوليش جاي تقيس في الدم في عمرك هذا لا لا ما جيتش نتفرج شيخ على تصوير تشارلي تشابلن كاو اه بون اي باي يعجبك تشارلي تشابلن وشنو هما الافلام اللي يعجبوك نتاعو بون جو بريفير لي تون مودير اه وي سي ان غران فيلم ديك الصحه ياك هو مو واحد يهز لك المورال قل لي يا اخي مش ولد حفيد سي حمده بالتجاني انت اي انا هو ايوه قل لي هكا العروق تجبد انت صغير ما تثبتش هيك الحانوت نتاعو هذيك كانت حانوته الله يرحمه ايا مالك طلعت نتاعنا اقعد اقعد استنى في الحانوت خليها عامره مادام جيت سي محمود يلوج على كريه يا سي محمود يلوج على ايش مين ما يسمعش يقول و سي تان هوماج هذايا الممثل الكبير حمده بالتيجاني لانه الحانوت هذيك نتاع الفرملي مقابلتها حانوت حمده بالتيجاني الحقيقيه لانه كان بلاغجي هو فهمتي عنده حانوت تاع جلد نصيحه اللي ديما تقولها له او انت اليوم تحب تقولها له من خلاله يمكن تقولها لجيل كامل من الصغار اللي اليوم يتفرجوا فيك ويتفرجوا في اعمال تونسيه ويقولوا
نحبوا نكونوا هكاك، نحبوا نمثلوا، احنا عندنا موهبه التمثيل. شوف جيل كامل نقول له رد بالك من الوهم، راهو اسهل حاجه هي انك توهم روحك كذا. اذا تحب الحق عندك طموحات يلزمك صادق مع روحك من داخل، يلزمك تحس بها الحكايه. اما ماهوش كي ريت انسان يمثل ولا انسان مشهور تقول يا نحب نولي مشهور كيفه ولا نحب كذا، معناتها باي ثمن كان. راهو المهنه هذه صعيبه الفن، وراهو فما استسهال كبير، راهي مهنه صعيبه، راهو ميدان صعيب ياسر، يلزمك فهمت الانسان يلوي ركبته ويخدم ويطلع ويتثقف ويعرف، وخاصه يملى روحه يعني بالمراجع. يعطيك الصحه، نشكرك برشا انس، يعطيك الصحه، نتمنى لك الباك ساعة عم جاي، ونتمنى لك زاد كيف كيف نهار اخر جي قاعد بحذايا ضيف عندك عمل سواء في السينما في المسرح، وان شاء الله يا ربي نقولوا كل الفروع من الشجره هذه. دونك شكرا لك، يعطيك الصحه، ربي ينجحك. نحيي زاد ولدي الكبير زاد باش ما يغيرش. اي فهمتني، ولدي الكبير مالك اللي خذا الباك عم ناول وتوا يزاول في تعليمه الجامعي، ربي ينجحه وربي يوفقه. دونك فوالا تحياتي لي، تحياتي لزوجتي فهمتني اللي هي يعني هي الكل عنا فهمتني، ربي يفضلكم لبعضكم، زوج اولاد وفهمتني لالا وزوجها فهمتني، هي السيدة معناتها هي الملكة في الدار. ربي يفضلها. شكرا لأنس، نحييها فهمت. شكرا ليك، ربي يوفقك. يعيشك. كمال التويتي مسيرة كبيرة في المسرح، كلاسيكيات المسرح التونسي، ويلزم الناس تعرف انك خدمت في الكريتة، فرفر، في بلاد الهوهاو، كوميديا فاميليا، كلام الليل، العوادة، هنا تونس، ونحط مجموعة من النقاط الكبيرة، لكن هذا الكل ما تتحصل فيه الا على جائزه واحده. اي شوف احنا ساعات وقت اللي في هال المناسبات هذه، المهرجانات، مهرجان ايام قرطاج المسرحيه ولا فهمتني، ديما عندنا جوائز، اذا ما ناخذهاش انا ياخذها المخرج، ياخذها العمل ككل، ياخذها على كل حال، ما هي الا جائزه تهمني انا يا اخي العمل بشكون تقد هذاك، ما هو بي انا وبالممثل الفلاني. إيه فهمتني؟ اما الجائزه الشخصيه تنشي صاحبها. إيه الجوائز راهو ماهوش دليل ديما على قيمه يعني الاستثنائيه نتاع، ما هي الا مربوطه بوقت معين وبعمل معين والى اخره. اون بلوس سي اربيتريد بون، جائزه يا اخي شكون يقرر؟ ما هو 10 من الناس ساعات تلقاهم ما همش متفقين هما والجمهور، هذاك علاش عملوا جائزه الجمهور فهمتني؟ ساعات ما همش كل لجنه التحكيم متفقين مع النقاد فهمت؟ هذاك علاش عملوا جائزه النقاد باش يعملوا ليكيليبر. القطيعه اللي كانت معموله ما بين المسرح والتلفزه، واللي البعض مازال حتى من جيلك مازال يرفض انه اولاد المسرح وكبارات المسرح يدخلوا لعالم التلفزه، يعتبروه نوع من كانك هبط درجه، كانك هبط اكثر من درجه فنيا. شوف انا ما عنديش الفكره هذه، انا مشكلتي مع الرداء فهمتني، واعمل اللي تحب، كون معناتها كون المستوى نتاعك عالي ويعتبرها هي سيانار مينور فهمتني، بالنسبه للمسرح وبالنسبه علاش يا اخي. شوف في بريطانيا مثلا الاعمال التلفزيه اللي عملوا فيهم حاجه من اروع ما ثم فهمتني، شوف في بلدان اخرى معناتها، شوف في اسبانيا ايش قاعدين يعملوا فهمتني، شوف معناتها علاش محكوم علينا احنا باش التلفزه تكون رديئه ولا نار مينور. شنو تعريفك للرديئه؟ شوف الرديئه انه انسان اولا ساعه ماخذ فكره سطحيه على الميدان، انه يدخل يظن وقت يبدا يتفرج في فيلم ولا يتفرج في مسرحيه يظن روحه انه قادر باش يعمل كيفك، خاطر سهله سهله الحكايه، أو فلان هبط من كربة وتحدث مع كذا أو كذا أو عمل كذا أو صارت حادثة معينة، يسخيلها سهلة الحكاية ويسخيلها فما بوبينة تدور فهمتني، لا وكهوا معناتها ترحي هكاك فهمت، ومن بعد ناس ما عندهمش دراية على المهنة هذه فهمتني كيفاش. دونك وفي السنين الأخرى تحلت البيبان درا كيفاش، وليدنا معناتها نخدموا على الفينومان، لي فينومين سوسيو هذوما اللي هما ولاو يعني يظهروا في التلفز ويظهروا، ولاو معترفين بهم، ولاو يجيو ويتصدروا ويهزوا روسهم ويسميك انت زميل والاخر زميل كيف كيف، وهذا معناتها شيء يخوف هذا زاده، شكون يدفع عليها المهنه من الناحيه هذه فهمت؟
زاد. أنا دونك شي يهز هذا يهز للكلام المبتذل، يهز للعقلية المبتذلة، كيفاش تصنع يعني معناتها حدث فني، فهمتني، لا بعقلية مبتذلة إلى آخره، فهمت؟ تلام لأنك دخلت التلفزة، تلام لأنك عملت نجومية، حبيت ولا كرهت كمال التويتي صناعة النجومية؟ والله لا، شوفها كيفاش دخلت للتلفزة. أنا دخلت للتلفزة من باب أنه باش نأسوا الأعمال معينة. أنا فهمتني، كي تقبلت أنا وحاتم بالحاج، فهمت، وكنا متفقين باش نعملوا أعمال للتلفزة في من الأول بالكتيبة وكذا، واحد فهمتني، وبعد تقبلنا مع سي صلاح الدين الصيد وكذا. الحكاية خممنا فيها بالكدا من الأول. راي العمل سا سو بريبار، معناتها تحضر عمل، راهو مش سهل العمل، ماهوش يقبل بشهر رايجة. لا احنا معناتها حضرنا للعمل هذايا، تقابلنا، خممنا فيه مليح الى اخره، فهمت، وامنا بالنجوميه. عمري ما خممت فيها، خممت اولا ساعه باش نخدمه، شنو هو العمل هذايا، اش نحبوا نوريه، شنو هو الشيء الجديد اللي باش نقدموه للتلفزه، شنو هو، فهمتني، شنو هي اللغه اللي باش نتكلموا بها، شنو هي الصوره اللي باش نقدموها، فهمتني. هذا المهم. النجوميه بوم، النجوميه تجي من بعد، الشهره تجي من بعد، معناتها فهمت، بعد ما تخدم. ماهوش الواحد يبدا كونسونتري يقول لك انا باش نولي نجم، ماهوش قرار الانسان يولي نجم. زملائك القدم ولاد المسرح اي عندهم نوع من هكا نجم نقول ضيم، كيفاش كمال هرب منا ومشى لذلك العالم؟ لا ما هربتش، ما هربت من حد شيء، انا نهرب من حد شيء. انا حياتي متواصله في الميادين الكل، مازلت نعم في المسرح، نعم في التلفزه، فهمتني. نطمح باش نعمل اكثر سينما الى اخره، فهمتني، ماني هارب من حتى شيء، فهمت. وكل بلاصه حطيت فيها روحي الا كوريام، نخدم ليل ونهار وكونسونتري نبدا عليها، ونحب نوصلها حتى المسرح، حتى للاخر. حتى اللي يحب يحكي خليه يحكي، دونك هما راهو اللي حب يعني هكا هرب علينا. يقول لك منين هربت؟ هرب ولاد المسرح الكبار، يقول لك هرب علينا جيلك، هرب علينا كمال فلت. اوني ماجين العكس، لو كان ما هربتش اش كان يكون الحكايه، اش كانت تكون؟ نسألك. المسرح اليوم في تونس، وهذا لازم يقولوه هما، يعرفوه ما يحبوش يقولوه، فهمتني، انه المسرح ما عايش مولاه اليوم في المسرح في تونس. ما نجم، فما ناس عايشين منه، ناس يعني اسوا يعني الفضاءات، اسوا الكذا اتسيتيرا، صح عليهم وانا نشكرهم، فهمتني، وهاني جاي باش نحكي عليهم. معناتها نحب نذكر فضلهم عليا، معناتها فهمتني، كيما فضاء التياترو، كيما فضاء الحمراء اللي خدمت فيه، معناتها كذا، وكيما الفضاء نتاع رجاء بن عمار الله يرحمه ومنصف الصايم، فهمتني، مدار كارتاج، فهمت، هذوما معناتها تو مثلا التياترو من 87 وانا في المشروع هذاك محطوط، عندي السان وين نخدم، عندي الضوء، عندي الراحه، عندي لو كونفور، فهمتني، لا نيسيسير، عندي اصحاب نحبهم ياسر خدمت معاهم، توفيق الجبالي، محمود الارناوط، روف بن عمر، كتبنا مع بعضنا، لكن بدعنا مع بعضنا الى اخره. مي لو تياتر معناتها في تونس، فهمتني، مازال ماهوش مؤسس على اسس صحيحه، معناتها لغالب مازال ماهوش مهيكل، مازال يعني انت رغم انه عراقه التجربه المسرحيه تونسيه، اي رغم انا هو مسرحي تونسي بعاش من المسرح كما يلزم، فهمت، معناتها مشيت للتلفزه اساسا من اجل المال؟ لا مش من اجل المال برك، حبيت يعني التجربه، نهز تجربتي المسرحيه، نهز اكل الحمل هذاك الكل، نهز ونخدم بك التجربه هذيك في الـ في الـ في التلفزه، فهمتني، وهذايا معناتها ماهوش والعقليه هذه معناتها نتاع مشات تقولش عليك مشيت للدراوين، فهمتني، مشيت كانك خنت الامانه، قال لك فهمت، مش معقول يفو سيسي سو لونغاج، معناتها اللغه هذه ماهيش باهيه. توجعك؟ لا ماهوش توجعني، خاطر غلط الكلام هذا، ما يتقالش، فهمتني؟ معناتها حتى انا انسان، انا ممثل مارس في مهنتي كممثل،
وين معناتها تجيني فرصه باش نكون انا في المستوى وعندي يعني ما نعمل وبصفه جديه الى اخره نخدم. البقيه الكل دق حنك حشاك فهمتني، والبقيه الكل هذيان ودق حنك فهمت. ماهوش هاو زعما زعما لا نوبلاس دو تياتر. اي شنو لا نوبلاس دو تياتر؟ شكون قال لا فهمت؟ الكلنا ما وما زلنا نخدموا على نخدموا للمسرح والناظر للمسرح. وعلى كل حال الاعمال التلفزيه كلها فهمتني، ها والعباد شوف لي حل حتى لتوا تخدم. اما اللي يحب معناتها هكا هكا يشدك في نقطه معناتها وكذا ويبدا يدق في نفس المسمار فهمتني، وما ادت لحتى نتيجه هي هذه معناتها الكلام هذا. شو النتيجه اللي ادت؟ تنغيس النجاح. لا حتى شيء معناتها ما شنو شنو الحاجه الايجابيه اللي باش يخرج منها الحكايه هذه؟ حتى شيء. الممثلين في العالم الكل، في العالم الكل فهمتني، عمره واحد ما جاء بريطاني فهمتي رجل مسرح لام ممثل مشى يخدم ان فيتون في التلفزه، والكل نتاع المسرح يمشي يخدموا في التلفزه. فما بدع في تونس هذوما، فما بدع هكا معناتها باش نظهر انا يعني هكا نوبل في خدمتي وانسان كذا. ايش شكون شدك؟ صح عليك انا بيدي نوبل في خدمتي، نعمل بالانوبلاس فهمتني، وين تحط روحك تسيبها ولا كيفاش فهمتني. انا توفيق الجبالي وصحابي وقلت لك عندهم فضل عليا كبير فهمتي، لا اني فك الفتره هذيك نتاع كلام الليل عشت معناتها ايام من احلى ايام حياتي راه عشتهم فهمتني. علاقتي بتوفيق الجبالي كما علاقتي بفضل الجعابي علاقه عميقه ياسر. العائله نتاعك كانت موافقه وتزكي انه ولدها يكون ممثل ولا لا؟ اي احنا انا انتمي الحقيقه الحمد لله انتمي لعائله مثقفين ومتعلمين معناتها فهمتني. والدتي خاصه كانت ديما تشجعني وتحب هكا ولدها ظاهر فهمتني، وتحبني نبرز وتحبني. الوالد الله يرحمه كان احنا هكا اداري فهمتني، الحياه بالنسبه لي منظمه معناتها فهمتني، الفن يعني كما برشا بيت معناتها فهمت. دونك الوالده نتاعي معناتها والطرفه صارت لي معاها في المسرح المدرسي وقتها نعملوا في مسرحيه اسمها التحقيق، وانا نخدم حاكم تحقيق وراو فكوكا الكاتب نتاعي فهمت، قرينا مع بعضنا انا وراو فكوكا. دونك وفما المتهم سي فتحي الشنوفي تلميذ كان معانا ربي يذكره بالخير. دونك اي منين باش نجيب انا حوايج تاع حاكم تحقيق؟ انا ما عنديش شاب عمري 17 سنه كيفاش باش نعمل فهمتني. قعدت نكمبسلها فهمت، تحليت الكلاص نلقى حوايج الوالد فهمتي كساويه واحد فهمتني. جيت قلت لها تنجمش ناخذ؟ قالت لي لا، قالت لي ابدا لا، قالت لي يمشي مثل كذا. بديت بكذا نتناقش انا وياها فهمت، قالت لي اسمع هو باش ناخذ. قلت لها انا قلت لها الكوستيم الكري هذيك فهمت، وخذيت كرافات كيما هكايا عندي توا بروج بوردو فهمتني، وسوريه بيضة فهمتني، والصبال الكل حطتهم لي في فليجه وجات تفرجت فهمتني. قالت لي اسمع قبل الخمسه لازمهم يكونوا في الكلاس راهو اللعب لا فهمت. والمسرحيه وقتها في القايل عملناها فان دو فان داني معناتها لا فيت دو فان داني فهمت. دونك عملنا المسرحيه وكل شيء فهمتي، فما زوز فاسر قاعدين الجمهور كل في كان زوز فاسر كيما عندي ليماج هي وعمتي يتفرجوا عاملين هكايا وامي تتفرج في المسرحيه وتستنى وقتها فهمتي لا باش نكمل باش تروح بالكوستيم. دخلت معايا للقسم ليه ليه حطت الكوستيم وروحت ليه. دونك وحتى في حياتها الكل معناتها كانت هي في لي بروميير نتاعي الكل في المسرح كانت ديما تبدا حاضره فهمتني، وفخوره فهمتني، وتتكلم مع الممثلين الكل اللي نشارك معاهم، وتبدا من تعدي وقت من اجمل اوقاتها وقت تمشي للمسرح. تبعت نجاحك في التلفزه ولا اي؟ تبعت كيما شوف لي حل والاعمال الكل فهمتني. تبوانتي عندها وقت وقتها شريت لها الحلقات الكل انا فهمتني، وقتها مازالوا ما عند فهمتني، وتجبد بالكعيبه بالكعيبه فهمتني لا، وتحط شيخه فهمتني. الوالد وقتش اعترف بولده ممثل؟ شوف انا حتى بون بعد ماهوش يعني كانك اللي واقف قدامي واحد ما لا لا بالعكس نخدم ونسافر وكذا با بروبليم. من نهار اللي خذيت جاء تفرج فهمتني
بعد ما خذيت الجائزة، جائزة أحسن ممثل في أيام قرطاج المسرحية، جاء وقتها وليتي هكا نحس بأون فيرتي كشي هكا حبش يظهرها لي، فهمتني؟ ما هو من داخل هكا يعني فخور، فخور ومخبية كل مخبية. حتى جاء تفرج بالمناسبة في المركز الثقافي بتاع البلفيدير، جاء تفرج فهمتني وقتها في الصيف كترفانو صيف 89 فهمتني، وليتي تريزيمي فهمتني. بربي باش نسألك، فما تصريح عمله مقداد السهيلي على مسرحية إنعاش، إيه إش قال؟ قال كمال التواتي ممثل كبير، هذا لا نقاش فيه، لكن ما ينجمش يروح وحده، يلزم يكون معاه باش يعدوا له الكرة. هذا اللي خلى مثلا مسرحية إنعاش ما رقتلوش وخرج منها بعد 10 دقائق. كلام كيما هكا أنه جزء تاخذوا أنه جزء تعدلوا. إيه نقول له واللي قاعدوا تفرجوا شنو نعملوا فيهم؟ مو زاد نشوفوا الكونتر، هو خرج بعد 10 دقائق. واللي قاعدوا يتفرجوا شنو ما الاخرين 700 رقبه ولا 800 علاش ما خرجوش؟ ما يفو سبوزي لا كيستيون زاد هكا ولا لا؟ شوفها بالعكس انت الحكايه، علاش هو يمثل الجمهور الكل؟ الجمهور نتاعي فهمتي فيه موسيقيين، فيه مثقفين، فيه كتاب، فيه كذا، هو علاش 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 هو خرج جوا برك؟ هو حكايه يمكن بعين المسرحي، لانه هو لا بقى جاوا مسرحيين زاد كيف كيف، فهمتني؟ هذا راهو اسمع، مع كل احترامي لمقداد راهو معناتها ما فهمتني، مقداد راهو فهمت انسان يعني خدمنا مع بعضنا في مسرحيه العواده، وانسان راهو عنده انسان موهوب برشا موسيقيا وفي التمثيل وكذا، فهمتني؟ ما عنديش عليه اعتراض راهو معناتها، وهذا حق من حقوقه باش يخرج. اذا ما رقتلوش المسرحيه واي واحد من الجمهور ما تعجبوش مسرحيه له الحق باش يخرج. ترجع للمونودرام عندك حاجات تحضر فيهم ولا ليه؟ للمسرح بالاساس. لا 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 ما عنديش، عندي مامو وشحيمه اللي تحكي على دو بانتر فهمتني، زوز رسامين انا وصلاح الدين مصدق. العروض بدات قبل الكورونا، ولسعد بن عبد الله، دونك وقفت على غالب بعد اربع عروض وقفت فهمتني، وتو ان شاء الله ناويين انا وصلاح ولسعد ان شاء الله باش نكملوا فيها المسرحيه. كمال تواتي نحب نشكرك برشا. عايشك. ونتمنى انه رمضان السنه نشوفوك في حله مختلفه، لانه نعرف قديش تحرص انك كل مره تطل بحاجه جديده. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفرصة هذه زادة ما في الفن زادة كلها فرص، معناتها تجي فرص اللي أنت خدمت لها واللي الناس باعترافهم بيك معناتها زادة عنده قيمته، أنك تخدم، أنك تواصل، تبدأ واقف على ساقيك، فهمتني؟ كما قلت لكم السنة فهمتني في الحوار التونسي عندنا المسلسل هذايا الفوندو، فهمتني؟ المخرجة ونحب نشكرها برشا ونشكر الفريق الكل، الممثلين والتقنيين اللي قاعدين قايمين بمجهود برشا، نحب نشكرها هي بصفة خاصة على يعني التفاني متاعها والصبر متاعها وحبها للممثلين، فهمتني؟ قاعدة تتعب معانا بصفة كبيرة ياسر. دونك عندنا حاجة باهية رمضان السنين. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. نشكرك برشا الفنان الكبير والمتميز كمال تواتي، شرفتنا. يعيشك سيدي، يعيشك، وربي يوفقك، يعيشك، شكرا جزيلا. يعيشك. مرحبا بكم. خرجنا للشارع التونسي، سألنا على علاقة التونسي بزيت الطبخ. نسألك أنت كيف طيب، تستعمل زيت زيتونة ولا زيت نباتي؟ نستعمل زيت نباتي ونخلط شوية زيت زيتونة. وشنو الحكمة كيف تستعملهم زوز مع بعضهم؟ نستعملهم على خاطر يبنن، يولي الماكلة بنينة. والله نستعملهم الزوز، زيت زيتونة وحده غالي. نستعمل زيت نباتي وفي الأخر نحط شوية زيت زيتونة. لا نستعمل زيت نباتي خاطر زيت زيتونة غالي شوية، نستعملوه كيف سلايت. نستعملهم الزوز. وعلاش تستعملهم الزوز مع بعضهم؟ ثم ظروف وثم صحة وثم كل شيء، تريف نباتي وتشيش زيت زيتونة. كما شفنا في التقرير اليوم، زيت بتاعنا زيت غزالة عرف يعمل المعادلة ما بين زيت الزيتونة والزيت النباتي، هو اللي يجمع ما بين فوائدهم الزوز في زيت واحد، نحكي على زيت تخيودوغ. زيت غزالة تخيودوغ هو زيت شكل بعناية فائقة من قبل مجموعة من المختصين باش تلائم مع متطلبات المستهلك التونسي، هو زيت صحي
خفيف بنين يناسب جميع انواع الماكله، مناسب للقليل للطبخ للحلو للسلايط. زيت غزاله تخيو دوغ متوفر اليوم في حجم 2 لترات، لترة واحده نص لترة، طبيعي 100% خالي من الكوليسترول، زيت اقتصادي، سومه في المتناول. زيت غزاله المنتوج المثالي للكوجينه التونسيه. تحيه كبيره للشيف نبيل. شيف نبيل اليوم باش تتنوع الوصفات، لكن اللي يجمع ما بيناتهم هو زيت غزاله تخيو دوغ. دونك شو محضرنا اليوم؟ اليوم باش نعملوا اسكالوب باني، باش نعملوا مقرونه نابوليتان، وباش نعملوا خبز تدرا ومايونيز تري رابيد. باش نحطوا الزيت يسخن، المقله احنا سخونه، صبوا كونتيتي باهيه باش يجي القليان باهي بالكدا بالكدا. خليوه يسخن هذايا البندويل نتاعنا، وتوا باش نبداو في خبز تدرا لو طون اللي يسخن الزيت. واضح. خبز تدرع سهلة برشا، الباز نتاعها تنجم تقول زيت، روسيت لا بميزان لا بحد شيء، خذيت الكاس هذايا هو الميزان نتاعي. كاس عظم، كاس حليب، وكاس زيت. زيت غزالة تخيو دوغ. قد عظم، قد زيت، قد حليب. زوز كيسان سكر. إي. كاس فارينة. كاس فارينة. زوز كيسان درع. درع. شطر ساشي خميرة. نخلطوا الكل مع بعضه. وهذايا توا خبز الدراع حاضر. في الدراع هذايا حطينا زيت غزالة تخيو دوغ. والخاصية نتاع الزيت لهنا يجينا تخي موالو. فوالا. معناها يجي خفيف وتخي موالو الخبز الدراع نتاعنا. نورمالمون الزيت نتاعنا حماء، والزيت هذايا الخاصية نتاعو أنه يستحمل برشا سخانة. دونك نجمو نستعملوا له برشا مرات في القليان، ويعطينا حاجة كروستيونت وبيان دوغي. خليني نذكر أنه المرة اللي فاتت عرفنا أنه الزيت هذايا نجمو نستعملوه ما بين 8 و10 مرات. إي. وأنه يحافظ على النكهة نتاع الماكلة، وأنه زيت صحي. جوستومون، دونك هذايا باش يقعد يتقلى. تو باش نمشيو الصوص طومات، نحطوا الزيت، خليوه كالعادة يسخن شوية، أما مش برشا زيت لهنا، شوية ثوم. ثوم مرحي. ثوم حاضر مرحي، شوية بصل، وورقتين. حبق ونخليهم يسخن شويه الزيت. والزيت هذايا يحافظ على النكهه نتاع الماكله. النكهه نتاع الماكله. ما يبدلش المطعم. ما يتحرقش. ونلقاو فيه النكهه في الترتيب نتاع زيت الزيتونه. والحاجه الملفته انه ما فماش هكا الريحه نتاع الزيتك اللي ريحه القليان. جوستومون. ريحه القليان. تو باش نحطوا طماطم. هذايا طماطم. نفوحوا شويه. هنا الاسكالوب نتاعنا قريب يطيب. المايونيز شنو باش نحطوا فيها؟ كعب عظم. مغرفة باهية متاع ماكلة موتارد. أي؟ شوية ملح، ربع لتر زيت. دونك زيت غزالة تريو دور، نتصور هو زيت المثالي بالنسبة للمايونيز. جوستومون، هو يعطينا إكيليبر باهي وماهوش طاغي المطعم. صاي مايونيز تاعنا حاضرة، شوفوا التكستور نتاعها. امبيكابل. توا باش نسوتيو المقرونة لهنا. شوفناه حتى كي يقعد يغلي معناه لهنا يتقلى، لا يتبدل لونه ولا يتبدل الريحه نتاعو. دونك شايف الحل واضح في الكوجينه نتاعنا، يلزمنا تريودور. تريودور موجود. فما شكون بعد ما يطيب المكرونه يحط عليها شويه زيت من فوق، زيت زيتونه. نحن في الوصفه نتاعنا مادام عندنا الزيت غزاله ما نسحقوش. ما نسحقوش، ما نسحقوش، وانا حطيت لها بزيت زيت المكرونه. الخبز الدراع حاضره ديجا. دونك خليني نذكر انه كل الاطباق اللي عملناهم اليوم بالاساس هي اطباق تحتوي على زيت غزاله اللي موجود قدامنا تخيو دوغ. غراس للزيت تخيو دوغ اللي استعملناه باش يكون تري كروستيون. باهي، انا اللي يهمني هو هذا. دونك شيف خليني نشوف الزيت بعد القلي. لونه ما تبدلش. هذاك علاش هذه زيت تخيو دوغ نجمو نستعملوه برشا مرات، حتى العشرة مرات. دونك زيت بقى نظيف كما تشوفوا في الكاس هنا، وما تمسخش وما تحرقش. شيف دونك نعملوا ملخص. الليله عملنا سكالوب باني، مقرونه نابوليتان، سالاد روس، خبز دراع. هذوما الكل القليان والتاتيب والباتيسري والسلطه كلهم بزيت تخيو دوغ غزاله. يعطيك الصحه، والزيت بتاعنا يبقى الزيت المثالي للكوجينه التونسيه. كهربا تمشي كهربا تجي، كهربتنا تويوتا كورولا اتشباك بزنس. السيارة هذه تنجم تكون من نصيبك. سهل برشا، تاخذ تليفونك تبعث اس ام اس، تكتب حرف ا على الرقم 85810. كهربتنا سومها 73 مليون و900، تنجم تكون من نصيبك انت اللي تفرج فينا تو. 85810، حظ سعيد للجميع.